كابتن سيد، مبروك التأهل دور 16 دوري المجموعات، ويمكن كان الأهم إن احنا نتخطى عقبة صعبة شوية زي فريق بيتفيستون. الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن مباراة كانت طبعا رغم انها في الادوار الاولى، لكن القرعة وقعتنا مع فرقة كويسة وفرقة منظمة وفرقة عندها قدرات كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين يمكن جينا الهدف والحمد لله الهدف تحقق. يعني المباراة شفتها النهاردة ازاي وخصوصا اداء التحكيم؟ يمكن في اخطاء كتير جدا حصلت سواء ضربة جزاء او ضربتين جزاء كمان لعمرو جمال او النادي الاهلي. بص، يمكن الحتة التحكيمية في افريقيا تحديدا يعني وخصوصا وانت بتلعب بره ارضك اتحسنت شويه عن الاول عن زمان، لكن ما زال فيها بعض القصور او فيها بعض المفاهيم اللي انت بتتعب منها. يعني يمكن ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس في اول دقيقتين كانت ممكن تسهل جدا 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 في اللقاء، لكن في النهايه برضو بشكر اللعيبه بشكل كبير، كل تعب كل البعثه، مش اللعيبه بس، كمان كل البعثه كل القائمين عليها، حتى انتوا نفسكم يعني كموجودين سواء انت او دكتور او ويضا او كل الناس بالصف بتاع القناه. لكن في النهايه طبعا يعني الحمد لله رب العالمين، كان هدف مهم جدا بالنسبه لنا في المرحله ديت ان انت تخش دوري مجموعات في في, في في نظامها الجديد او البطوله الافريقيه في نظامها الجديد. انت عارف دور 16 دلوقتي بقى هو الاربع مجموعات، خلينا بقى يعني ناخد نفسنا كده في افريقيا وبعد كده نرتب اوضاعنا في الدوري المصري اللي هيبدا. طبعا مباراة الداخلية اتأجلت وهنشوف الميعاد المناسب بالنسبة لها بقى او الميعاد هيبقى ايه وتبعيات اللقاءات اللي بعدها اللي بعد الداخلية. عايز اطمن على حد بعض اللعيبة، ويمكن شفنا وليد سليمان يمكن اتصاب النهاردة، ايه مدى الإصابة؟ ايه وليد يمكن حصل، مش عايز اقول اصابه، لكن كان في الدكتور خالد لسه ما قالناش التشخيص النهائي بشكل كبير، لكن هي الحمد لله لا هي شد ولا هي مزق لا قدر الله ولا حاجه، ان شاء الله الرحمن ممكن تبقى ايام معدوده. يعني هنشوف بس الدنيا ماشيه ازاي مع وليد، والافضل طبعا بالتاكيد نعمله. يعني جمهور الاهلي وحشهم جدا دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه. كابتن سيد، وانت اكيد رحت كتير المناسبات دي، حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي اللي مستني بطوله زي مهمه زي؟ بص، المنافسه في افريقيا بتبقى مختلفه عن الدوري. المنافسه في افريقيا بتبقى بتلاعب فرق عندها شخصيه البطوله بشكل كبير قوي، لانها كلها ابطال في بلادها وبالتالي تاهلت لدوري ابطال افريقيا، فالامر بيبقى صعب على فكره يعني طبعا. لكن بتتاخد مراحل، بطوله افريقيا تحديدا بتتاخد مراحل، المرحله الاولى اللي هي ال 32 وال 16 قبل كده، دلوقتي هيبقى ال 32 ودور المجموعات اللي هو في ال 16 حاليا، تجميع النقاط في الفتره اللي جايه، وبعدين هتخش بقى بعدها على نظام جديد. خلينا نقول المشوار الافريقي ما بيبقاش مشوار سهل، لان انت بتقابل فرق عندها كفاءات وقدرات فنيه عاليه قوي، وكمان عندها رصيد من البطولات المحليه واللي ما كانتش تاهلت يعني، فبالتالي بتقابل شخصيات مختلفه يعني. عايز ارجع لحته اختيارك للفندق الاقامه بالنسبه للاعبين، حضرتك كنت وصلت قبل الفريق بيومين، اسباب اختيار الفندق ده بتحديده يمكن كان اختيار موفق جدا، وهل في اسباب تفاؤليه خصوصا ان احنا كنا موجودين في نفس الفندق 2013 لما كسبنا اورلاند؟ لا، هو يعني باختصار شديد قوي المعسكر بتاع اي فرقه يعني ممكن يكون غلط، لكن يعني الواحد بيحسبها كده يعني، انت بتختار حاجه تناسب فرقه كوره، ما تبقاش مش بالضروره تبقى اعظم حاجه او احسن حاجه في المكان، ممكن تبقى احسن حاجه لكن ما تناسبش فرقه كوره، يعني ممكن تبقى تناسب باجواء تانية او ظروف تانية، لكن فرقه كوره بتبقى ليها متطلبات معينه. رغم ان هو الفندق زي ما انت شفته بسيط جدا، ما فيهوش حاجه كتير قوي، لكن مناسب لفرقه كوره، انت رايح مركز بشكل كويس، محتاج حاجه معينه، محتاج حاجات معينه، محتاج اجواء ملمومه بشكل كويس، عدد الايام كان قليل مش كتير، فبالتالي محتاج ان انت تبقى في نسبه تركيز عاليه جدا جدا، والحمد لله ده اتحقق يعني.